امرأة توفيت منذ زمن بعيد ولها بنت واحدة، ودفنت هذه المرأة في أرض أصابها غرق بسبب سد أقيم قريبا منها. لم تكن ابنتها تملك في حالة مجيء الماء القدرة على نقل القبر، ولا تملك مالا لفعل ذلك، ولم تجد من يفعل لها ذلك. ثم جاء للمرأة المتوفية إرث، فأدي عنها فريضة الحج ولم ينقل قبرها، فهل على بنتها إثم؟ ونريد التوجيه في هذه المسألة. لا شك أنه يجب احترام قبور المسلمين والعناية بها، كف الأذى عنها بتسويرها بسور يحفظها، ويحرم القعود عليها والمشي عليها وأن تهان، كل هذا حرام، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإساءة إلى المقابر بأي فعل من الأفعال. وما ذكرته السائلة من أن قبر أمها غرق بالماء وتسلطت عليه المياه، وأنه بحاجة إلى النقل ولكنها لم تتمكن من ذلك، وأنه جاءها مال بعد ذلك لكنها حجت به عن أمها ولم تنقل قبرها، الحج صحيح إن شاء الله ويرجى وصول ثوابه، ولكن مهما أمكنها أن تنقل قبر أمها أو تنقل أمها من قبرها إلى مكان آخر مع مقابر المسلمين البعيدة عن المياه، فإنها تفعل ذلك مهما أمكنها ذلك. نعم، بارك الله فيكم.